تشهد العاصمة بغداد زحامات مرورية خانقة تسببت بتعطيل حركة السير في أغلب الشوارع الرئيسة والتقاطعات والجسور. وشكى سائقو المركبات عبر الرشيد من الزحامات الخانقة التي أثرت سلبا على أرزاقهم وأرزاق الآخرين، مطالبين الحكومة بالإسراع في إكمال مشاريع فك الاختناقات الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء، فيما طالب آخرون بتفعيل نظام تسقيط السيارات القديمة. الزحام قوي، يعني قاعد يأثر علينا ويأثر على المواطن، وقاعد نتأخر تأخير يعني قوي، كلش قوي. بس نتأمل إن شاء الله بالمستقبل نفك الزحام، ونأمل من الحكومة أن تسقط الموديلات القديمة، لأن هسه أكو موديلات قديمة بالشارع قاعدة تأثر من ناحية التلوث البيئي، من ناحية الازدحام. أنا طالع من السبعة من بعقوبة، وصلت بالتسعة هنا من وراء الازدحام، بالله العظيم. زين انا اهل من دياله، سيارات هوايه من الشارع ما جت لحق، لا المرور يلحق، سيارات هوايه، تقاطعات قليله، لا جسور لا هاي ما زينه. 10 اي والله من الزعفرانيه الباب الشرج ساعه هسه اليمه كم زعفرانيه قال صار لي ساعة بعدنا مطاب من الباب الشرج سايد ياخذ ساعه وسايد ياخذ له نص دقيقه ما يطول بيه، فاحنا ليش ما كل من ياخذ حقه وترافيك لايت يمشي على الكل وكل من ياخذ حقه؟ يعني اكو شوارع هسه تيجي تلقى الازدحام بيها تطول لك ربع ساعه نص ساعه، والتقاطع ما تلقى لك بيه ازيد من خمس دقائق ما تقدر توقف بيه. والله متاخر دوم متاخر، العالم تعتب علي، فالازدحامات ما لا جدوى منها، لازم نطب الزحام بكل تقاطع، لازم ازدحام. فنحاول نطلب من دولتنا الكريمه انه تخلصنا من الازدحامات، مجسرات، انفاق، اي شيء. يعني وين ما تروح ازدحامات، ومن الصبح نطلع اذا هل نجي من طريق النهروان ساعتين يلا نوصل اللي جاي ازدحام. اي والله منا لهنا يعني ازدحامات كلش يعني اذيتنا. مطالباتكم؟ والله مطالباتنا نشوف يعني شو نريد، يعني نريد بس يخففون هالزخم هذا الازدحامات، الشوارع يسوون